رؤوف حسام أشرف، كلمني الأول عنه كمهاجم. حسام كان بقاله 3 سنين او 4 سنين بعيد عن الكوره، مظبوط. في حاله نفسيه صعبه جدا جدا، وده اكتشفته لما بقيت عايش معاه في سكن واحد او في مكان واحد. يعني اولا هو شخصيه انا بحترمها جدا جدا، لعيب محترم جدا على المستوى الشخصي، عايز يشتغل وبيتعب وبيجتهد ولما تيجي تشتغل معاه على المستوى الفردي يعني او مستوى الفيديو الفردي بيشتغل بشكل قوي جدا، بيجتهد. بشوف ان هو وصل لمرحله كبيره جدا السنه دي، وكنت مستني منه اكتر من كده. يعني كنت شايف ان حسام كان ممكن يوصل ل 18 جول او 19 جول بالنسبه هو سجل للدوري. 12 12 لغاية دلوقتي. كان، و12 كان اخر 5 او 6 مباريات مفيش تهديف بالنسبه له. يعني ليه بقى؟ عايز اقف عند دي. ليه اخر 5 او 6 ماتشات تراجع المعدل التهديفي لحسام اشرف؟ لانه تراجع الحاله العامه بالنسبه للفريق. يعني احنا على المستوى الفني تراجعنا بشكل كبير جدا جدا، وانا قلت لك ده يعني على الرغم من عدم تمسكنا بالنظام لاسباب لها علاقه بان الناس اللي كانت موجوده في الفتره الاخيره حصل اصابات كبيره في اماكن معينه، واللعيبه اللي هتبقى موجوده دي مش هتساعد على البنى خصوصا في خط الديفنس، فما كناش بنبني كاكشن. يعني ما بنبنيش تحت الهاي بريس او الضغط العالي، بنبني كرياكشن لما بنمتلك الكره الثانيه عشان خاطر ما بقاش في تمركز بالنسبه للخصم. يعني مفهوم. فده طبيعي ان الفرقه في نظامها وفي سيستمها وفي شكلها كان حسام بيوصل كتير، فكان بيقدر يحرز اهداف. حسام يعني عدم استدعائه للمنتخب الاول تمام، يعني ممكن تبقى مفهومه نسبيا. الاثنين ظالم والله. الاثنين ظالم. طبعا. هبدأ بالاكثر ظلما طبقا للتقييمات المنطقيه، المنتخب يعني الاولمبي، عدم استدعائه للمنتخب الاولمبي بعد ما كان موجود دايما، ايه سببه او تفسيرك النقطه ليه؟ اللي انا بكلمك فيها ان الاجانب مقتنعين دايما ان هم بيشتغلوا مع عدد محدود من اللعيبه لفترات طويله، عشان طول الوقت النظام بيحتاج فتره طويله جدا 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 من اللعيبه، لان طبيعي ومنطقي ان اللعيب يخطئ واصلح له اخطاء، ده الطبيعي. فده عدم او سبب دخول حسام اشرف مع تحفظي الطبيعي، لان حسام راجل هو الهداف بمقارنه، هداف الجيل ده طبعا في الدوري مقارنه باسامه، وعلى الرغم ان انا بشوف اسامه فيصل افضل فيروت في مصر، افضل فيروت في مصر طبعا اسامه فيصل في مصر طبعا هيبقى من الفراوده المهمين جدا في مصر، وشايف ان نادي الزمالك التنازل عنه ده جريمه كبيره جدا. جريمه طبعا ارتكبت طبعا. اي لعيب موجود في الجيل بتاع 2001 و2003 مهم جدا جدا، لان اللعيبه الصغيره دي زي ما قلت لك على مستوى قطاعات الناشئين محتاجين شغل كتير جدا، فبيتاخروا. الناس النهارده بتضرب المثل بيمين يمال، النهارده ظاهر بالحاله دي لان هو بيشتغل في نظام وعارف هيعمل ايه على مستوى البوزيشن بتاعه، هيشتغل ازاي وبيتحرك ازاي وبيقف فين، والفرقه لما بتيجي تبني بتشتغل ازاي على كل المراحل بتاعه البناء. النهارده احنا على مستوى قطاعات الناشئين، شوف نوع الكوره وشوف الملاعب اللي بتلعب عليها. والمدرب المصري مظلوم لان مفيش طريق للتعليم. مفيش، احنا ما بنتعلمش. احنا اللي بنمر ونفضل طول الوقت تحت مسمى التجارب والخبرات في مدربين موجودين بياخدوا اكتر من 20 30 فرصه في نفس المنطقه، ومفيش اي جديد، لان المدرب الشاب اللي موجود في مصر مش بياخد طريقه بسهوله، لازم طول الوقت ينتقد وهو يتهم بعدم التجارب بعدم التعليم، وانت ما بتديلوش اصلا اي طريقه للتعليم. ايه الهيكل المنطقي اللي لازم يحصل عشان نطلع اسماء جديده والاسماء تشتغل بعيدا عن الضغط المتواصل؟ واحد، لازم تعمل طريق للرخص ويبقى